مساء الخير. طبعا. ازيكم. بصوا النهارده دلوقتي انا هشتغل معاكم الكلام اللي احنا ما قلناهوش ما المره اللي فاتت. وهنتكلم على السكاور. ها؟ اللي في التشانلز ها؟ وال وهتكلم هستخدم الريبورت ده. بصوا الريبورت ده اسمه سكاور كالكوليشنز في التشانلز اوكي ناتشرال تشانلز او التشانلز اللي احنا نعمل يمكن انا هديكم الماتيريال دي فما تقلقوش يعني أم اول حاجه بس انا عشان حابب ان انا اقول حاجه مهمه وهي ان السكاور ان جنرال السكاور ان جنرال او السكاور كالكوليشنز بتعتمد لحد كبير جدا على الميجرمنتس يعني نتيجه ان الايكويشنز صعب ان احنا نعرف نحلها قوي ونتيجه ان الكونديشنز اللي في الطبيعه صعب ان احنا نشوفها في الايكويشنز بسهوله كل معادلات او كل حسابات اللي سكاور دايما هتلاقوها بيزد على equations أو based على variables هنشوف دلوقتي الكلام اللي أنا بقوله ده قدام عينينا شايفين الاستادي دي اتعملت أم أم أتع اتعمل analysis والديتا اللي انتم شايفينها دي data من من 21 سايت واخدين بالكم وعمل equation الايكويشن اللي في النص دي الايكويشن دي والايكويشن دي الـ تو ايكويشنز دول الايكويشن دي تقريبا افريج للريزلتس بتاعت ال21 سايت الايكويشن اللي تحت حتى بيسميها زد توتال مين بتساوي 1.42 دي 50 تو ذا باور ماينس 0.115 الايكويشن اللي فوق دي بيسميها الزد التوتال سكاور ماكسيمم وبتساوي 6.5 دي 50 دي 50 تو ذا باور ماينس 0.115 اوكي دي كلها تجارب جت يعني قياسات قاسها في في سايتس مختلفه ومنها قدر يوصل لل ال ال السكاور دبث uh, طبعا uh, 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 بيبقى في ديفرنت uh, بروسيسز بتحصل نتيجة الـ scour ممكن يحصل scour نتيجة بيسموه general scour أو platform scour أو local scour. الـ general scour ده بيحصل uh, uh, erosion uh, longitudinal local erosion that affects the entire channel cross section. خلاص؟ يعني الـ channel cross section كلها أيًا كان channel cross section بيحصل scour فيها generally ده بيسموه general scour. والباد فورم مسكور ده نتيجة احنا اتكلمنا لو تفتكروا قلنا ان بيحصل حاجات بالشكل ده في في نتيجة الموشن بتاعت او البروسيسز اللي بيحصل منها حركة وفجأة بنلاقي ده بيطير ويبقى الكروس سكشن اولموست ثابت ده بيسموه الباد فورم سكور وده بيحصل في الـ في الساند وفي الساند باد ستريمز وده بيحصل نتيجه الديونز او كلام من ده الجنرال سكاور بيبقى جواه كل انواع السكاور ما عدا اللوكال سكاور اللوكال سكاور ده بقى ده بيحصل لوكالي نتيجه حاجه معينه موجوده از اكزامبل مثلا ان انا عندي بير في نص الـ في نص النهر او عندي وير في النهر ده بيسموه لوكال سكاور واللوكال سكاور ده بيحصل نتيجه وجود حاجه او استراكشر موجود عندي، زي اهو ان هو لو عندي بير بيحصل هنا هو في الحته دي لوكال سكاور، بيحصل في الحته دي لوكال سكاور، بيحصل في الحته دي لوكال سكاور، فاللوكال سكاور بيختلف من كيس لكيس، الجنرال سكاور بيحصل على عرض التشانل كله. آه آم اه في هنا اهوت ايكويشن جميله انا نسيتها بس الايكويشن دي الايكويشن دي بيقول ايه بيقول ان السكاور التوتال scour بيساوي uh, التوتال scour ده الزد تي هي التوتال scour ده الاف اس هي فاكتور اوف سيفتي لو انا عايز اضرب فاكتور اوف سيفتي اول تيرم هنا اهوت ده بيسموه اذا كان هيحصل نتيجه ناتشرال الباد اليفيجن تشينجز ده بيبقى ممكن يحصل ديجراديشن او اجريديشن يعني يا اما بيجي عليه سيدمنتس يا اما بياكل منه سيدمنتس وده بيبقى ناتشرال uh, بيحصل معاه بيحصل حاجه اسمها كونتراكشن سكور بيحصل معاها حاجه اسمها باند سكور بيحصل معاها حاجه اسمها الباد فورم سكور اخر نقطه هنا اللي هي الزد اس اخر نقطه هنا اللي هي الزد اس الزد اس هي اللوكال سكاور اللي هو بيحصل لوكالي عند البيرز بيحصل لوكالي عند الـ peers, بيحصل locally عند الـ abutment, بيحصل لوكال سكاور وهنتكلم عليه برضه خلاص دول الايه الجنرال سكاور ترمز uh, اللي عندي يبقى التوتال سكور بيساوي مجموع الحاجات دي التوتال سكور اللي احنا شفناه في الكيرف ده اللي احنا شفناه في الكيرف ده اهو التوتال سكور اللي احنا شفناه هنا اهوت ده بي exclude الايه اللوكال سكاور بياخد كل الحاجات التانية ما عدا اللوكال سكاور وكان بيتقاس في ال في ال كان متقاس في ال آه في ال في الفيلد خلاص طيب آه انا بسكيب كل الكلام ده وهاجي على آه هنا هو ترم مهم جدا وهو ايه اول نوع من الاسكاور اللي هو اللي هو ده اللي هو ده اللي ده اللي هو ايه السكاور نتيجه السكاور نتيجه الاجريديشن او الديجراديشن يا يعني اما بياكل في السويل يا يعني اما بيرجع للسويل uh, بيحط للسويل سدمنت uh, زياده الفلاد جاي ومعاه sediments وجاي بيوقعها في حته

اوكي okay. ده بيبقى السكاور بتاعي الفوليوم يا اما جاء على المنطقه يا اما راح من المنطقه بيساوي الكلام ده الـ الـ الرقمين لو شفنا الدلتا في دي الدلتا في دي هي الفرق ما بين ال sediment supplied to the reach minus a sediment transported out of the reach. ده minus ده هيديني الدلتا الفوليوم. ال VS may be computed using appropriate sediment transport relationships if bad material sediment grain size distribution design of discharges and reach. ال الحته دي هنتكلم عليها هنتكلم عليها يمكن المحاضره الاخيره او اللي قبليها. هنتكلم على ازاي بنقدر نحسب الاجريديشن او الديجراديشن اللي بيحصل عندي في منطقه من المناطق في جزء من النهر فمش هتكلم عليها دلوقتي يبقى الاجريديشن والديجريديشن هنتكلم عليهم ليتر اون طيب نيجي بقى على اهم حاجه وهي الجنرال سكاور الجنرال سكاور ده أه أه الاخ الراجل ده أه بصوا بيقول ايه الجنرال سكاور includes contraction scour and bed and bend scour خلاص فهو بي include كل حاجة ما عدا ال local scour وبيساوي الـ equation دي الـ equation دي والـ equation دي مش مظبوطين هي k في d50 to the power minus 0.115 اللي احنا شفناها في الكيرف فالتانية بتساوي k برضو في d50 to the power minus 0.115 اللي هي الايكويشن اللي احنا شفناها uh, معانا الزد ال لو بنتكلم على المين هتبقى الكي بتساوي 1.42 اكشولي um, الكي المين كي uh, بتساوي uh, 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 قيمه في النص ما بين ال 0.84 و 3.8 اوكي okay. أوقات الناس بتاخدها 3.8 هي الماكسيمم سكاور عشان تضمن إن مش هيحصل سكاور أزيد من كده، يعني في ناس أوقات بتتعامل مع المعادلة بتستخدم معادلة الزاد ماكسيمم هي اللي, اللي موجودة عندي. خلاص؟ دي equation empirical equation جت من الكلام اللي أنا وريته لكم في الأول خالص. empirical equation كلها جت من data. قياسات في الفيل. أهي أهي المعادلة دي قياسات إيه في الفيلد زي ما انتم شايفين كده إيه قياسات في الفيلد وراح واخد عامل لها آم آم بيسموها إيه ريجريشن أناليسيس وراح مطلع علاقة اللي هي الخط دهوت في المين ومطلع الخط اللي فوق ده في الماكسيمم وراح قايل إيه آه دي الفاليو بتاعتي ها معايا ماشي. أه تمام يا دكتور ماشي ناس تانيه زي ما بقول لكم هي كلها افكار ففي ناس تانيه جت قالت ايه الله طب ما ما, ما لو احنا استخدمنا المعادلات بتاعه الاخ بلانش والاخ ليسي دول اتنين فكروا ولقوا ان الـ ان الـ ممكن يتعبر عنه بالكلام ده التوتال سكور برضو او الجنرال سكور ممكن يتعبر عنه بالكلام ده كي في كيو في دبليو في دي 50 خلاص؟ المعادلة دي أحلى شوية من المعادلة اللي فاتت. لو واخدين بالكم المعادلة اللي فاتت دي ما حاجة اسمها velocity أو ما حاجة اسمها q. يعني q واحد زي q 70. معايا؟ كلها بتعتمد على إيه؟ على d50. كلها بتعتمد على d50. فهي معادلة مش جميلة قوي. كل زي ما بقول اهو كلها بتتعامل مع نوع السويل اللي عندي فالدي 50 بتاع السويل اللي عندي ده شكله ايه؟ لكن الاخوه بلانش وليسي عملوا حاجه اسمها الريجيم ثيوري والريجيم ثيوري دي طلعوا منها ان الزد توتال اللي هي نفس الماكسيمم مسكور اللي احنا بنتوقعه طلعوه بيساوي بيساوي الحاجات دي كلها. اول حاجه الكي الكي كوفيشنت موجود في التيبل اللي تحت الكي كوفيشنت موجود في التيبل اللي تحت خلاص وكل لو هتستخدم بلانش او هتستخدم ليسي كل واحد له ارقام يعني الاي والبي والسي هتاخدها من ليسي لو هتستخدم بلانش يبقى الاي والبي والسي هتاخدها من بلانش مع الكي طبعا فلقوا ان الكي دي coefficient وده برضه جاي من تجارب معملية الكيو دي ده الـ discharge اللي عندي. الـ WF ده الـ flow width at design discharge. width بتاع الـ flow at design discharge. D50 ده median size of bad material. الميديان سايز بتاع الـ bad material. احنا عارفين الـ D50 هي ايه. الـ A والB والـ C exponents موجودين في الجدول اللي قدامي. خلاص؟ يبقى معنى كده ان الكي والا والبي والسي كلها ايكويشنز موجوده في كلها فانكشنز كلها تاني متقاسه او طالعه من معامل من تجارب معمليه وطلع بالايه بالفاليو اللي قدامنا ده هي خلاص خلي بالنا بس من حاجه مهمه ان الكي فاليو في الاس اي هتاخدها من الجدول ده في اليو اس يونتس هتاخدها من الجدول ده خلي بالنا من الحته دي شويه اوقات الناس بتاخد الكلام ده وتتلخبط حلو كده الدي 50 خلي بالنا برضو من مسامات. الـ الدي 50 بتبقى ايه خلاص الكيو بالفيت كيو بير سكند في في النظام الانجليزي بتساوي المتر كيوب بير سكند في النظام اللي هو الاس اي يونتس معايا فخلي بالنا قوي من definitions دي خلاص يبقى الـ تي دهيت هي سكاور نتيجة الديجراديشن اللي حصل ونتيجة إذا كان في باند سكور واذا كان فيه contraction score. طيب، آه، في كونتراكشن سكاور طيب في 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 هنيجي دلوقتي هنلاقي ديفينيشن تاني اسمه كونتراكشن سكاور ناس تانيه مش هتقول في الحته نعم معلش سؤال بس في الجزء بتاع ليسي وبليتش آه هو ايه الفرق ايه فرق الكونديشنز ما بين الاثنين؟ يعني الاثنين مطلعين نفس المعادله بس في فرق فاكتورز فده اكيد جاي من فرق كونديشنز. هو صح. هو ليسي حل عمل اكسبيرمنتس وطلع نتيجه وبلانش عمل اكسبيرمنتس ثانيه وطلع نتائج ثانيه. خلاص؟ بس ال... الاثنين بيشتغلوا في نفس الكونديشنز. بيبقى... اوقات الفرق بيبقى سيجنيفيكانت اوقات الفرق بيبقى سيجنيفيكانت بس دي فروقات موجوده في ال ال القياسات ال... 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 لو اخذت بالك ليسي كان بيعمل القياسات بتاعته و... وكان موجود سنه 1931 بلانش عمل التجارب بتاعته سنه 1970 70 بس ما انا بقول لكم من الاول ان سكاور مشكلته ان هو بيعتمد كتير قوي على يا اما اكسبيرمنتس يا اما فيلد سيرفيز الفيلد سيرفيز صعبه جدا ومكلفه جدا بس برضه بت... اوقات بتتعمل الاكسبيرمنتس هي اللي بتتعمل اكتر والاكسبيرمنتس بتعتمد على دقه الراجل اللي عمل الاكسبيرمنت وبتعتمد على الكونديشنز بتاعت الاكسبيرمنت فالمهم هما الاثنين دول عملوا اكسبيرمنتس وطلعوا بالريليشنز دي اوقات الـ الـ القيم بتطلع قريبه اوقات القيم بتطلع بعيده هو السؤال انا استخدم ليسي ولا استخدم بلانش صح ولا استخدم زد بتساوي آآ آآ مش عارف اثنين دي 50 to the power minus 0.115 استخدم اني واحد يعرف يقول لي اعتقد ان انا محتاج ارجع للكونديشنز اللي هم اشتغلوا عليها واشوف ايه الاقرب للحاجه اللي انا بعمل لها ديزاين ده الـ ده الريسيرشر ده الواحد ده الراجل اللي بيعمل ريسيرش وكلام من ده. لكن لو انت بتشتغل هتعمل ايه؟ احسب الثلاثه واخد اكبر فيهم، اكبر واحده فيهم. الثلاثه بقى ده الورست كيس كونديشن، على طول انا لو مزنوق هعمل ايه؟ احسب الثلاثه واخد الكبير فيهم. واحد تاني هيجي يقول لك ليه؟ وانا اظلم نفسي ليه؟ ما احسب الثلاثه واخد المتوسط بتاعهم. واحد تالت يقول لك ليه ما انا احسب التلاته واشوف البعيده الكبيره اطنشها واخد متوسط الاثنين التانيين او اخد الصغيره اطنشها واخد متوسط الاثنين يبقى انت بتحكم على الوضع بمعلوماتك اللي موجوده يعني ايه مثلا يعني انت بتقول ايه اه انا عايز احسب الـ الاسكاور ممكن عندك كوبري وعايز تحسب عليه الليسكور صح ممكن انت تنزل في الموقع وتشوف الكوبري اللي قبليه اللي كان على نفس الوادي اذا كان قريب الفلو، وتشوف اللي اللي حصل عنده قد ايه، مثلا. وتقول من الهيستوري بتاعت الحته دي اللي بالفلو الفلاني كان قد كده، يبقى اللي هنا تقريبا هيبقى قد كده، ممكن واحد يعمل كده. ففي طرق كتيره قوي. منها يمكن ابسطها يا اما زي ما انت قلت، واحد ياخد الكبيره اللي فيهم، واحد تاني هيجي يقول ايه؟ لا انا هاخد المتوسط بتاع الثلاثه. اوكي؟ اتفقنا؟ وده كله نتيجة إيه؟ ده كله نتيجة إن مفيش سوليد إيكويشنز كلها بتعتمد على الأناليسيز اللي اتعملت والحسابات اللي اتعملت. السكاور ده نيجي بعد كده بقى للكونتراكشن سكاور الكونتراكشن سكاور ده اللي هو بيحصل نتيجة إن أنت عملت كونتراكشن في الفلو بتاعك، يعني مثلا كان عندك فلو كده وأنت رحت جاي عامل كده. وحطيت كوبري هنا. يبقى أنت عملت كونتراكشن في الستريم. ماشي؟ نتيجة الكونتراكشن في الستريم ده أنت عملته بإيدك. فلازم تضيف الكونتراكشن سكاور، الجنرال سكاور ده بيحصل في ناتشرال ستريم، فلو فيه contraction في كونتراكشن في ناتشرال ستريم ممكن تستخدم الجنرال سكاور لكن لو انت بتخلق كونتراكشن يبقى انت بتعمل حاجه جديده فبتضيف على الجنرال سكاور الكونتراكشن سكاور الكونتراكشن سكاور بقى ها له نوعين حاجه اسمها لايف باد كونتراكشن سكاور وحاجه اسمها كلير ووتر كونتراكشن سكاور تمام اللايف بيد ناتشر Scour ده لو عندك ااا uh, شانل uh, او ستريم والستريم ده ماشي جواه uh, ماشي جواه sediments وانت بيحصل عندك سكاور يعني ايه يعني عملنا التجربه بتاعتنا حطينا sediments في الميه وخلينا sediments الزيت تتحرك مع الميه ودرسنا الاسكاور اللي هيحصل خلاص ودرسنا السكاور اللي, سكاور اللي هيحصل دي الايكويشنز بتاعته زت سي بتساوي واي 2 ماينس واي نوت ودي الايكويشنز بتاعته اوكي نفس المعادلات القديمه فاكرين احنا كنا بنقول في المعادلات القديمه ايه اهي اليو ستار اللي هي الشير فيلوسيتي بتساوي الشير على الرو تو بار باور هاف اللي هي بتساوي الكلام ده نفس الكلام والشير اهو بيساوي جاما في الار في الاس نفس الايكويشنز نفس كل حاجه منها تقدر تعرف الجنرال سكور الكونتراكشن سكور بتساوي ايه الـ Clear ووتر سكور هي برضو نفسها زد سي بتساوي واي 2 ماينس واي نوت خلاص بس الواي 2 بتساوي الايكويشن دي هنا اهوت لو بصينا هنا اهوت هنلاقي ان الواي 2 على الواي بتساوي الايكويشن دي اوكي يعني هي طريقتين مختلفتين بس آه بس خلينا بالنا من حاجه آه مهمه قوي ان الكلير سكاور عاده بيعمل سكاور اكتر عاده الكلير سكاور بيعمل سكاور آه آه اكتر ليه؟ لان لو ما فيش ماتيريال ماشيه مع الفلو ما الماتيريال اللي ماشيه مع الفلو دي اوقات بتحصل منها ديبوزيشنز لما بتكون الميه نظيفه وبيحصل سكاور السكاور كله بيروح مفيش ديبوزيشن بيجي مكانه فغالبا الكلير سكاور بيعمل كونتراكشن سكاور بالمناسبه التجارب دي غالبا بتاعه الكلير سكاور وال واللايف باد سكاور غالبا اتعملت اتعملت في الجامعه اللي انا كنت عملت فيها الدكتوراه التجارب دي كلها اتعملت في الجامعه اللي انا بيتهيالي هتلاقوها كده مش عارف الكلير ولا تانية اظن الكلير يمكن اوكي المهم ده الايه ال ال السكاور نتيجه الكونتراكشن بتتحسب بالمعادلات اللي قدامنا دي في بعد كده حاجه مهمه جدا وهي البند سكاور البند سكاور خلاص آه البند سكاور اللي هي دي بتحصل في البند آه آه يمكن مرسومة هنا قدام شوية أهي شايفين الرسمة دي إيه اللي بيحصل هنا اللي بيحصل هنا والمية ماشية كده بتعمل سكاور كبير قوي في الحته دي في الاوتر سايد بتعمل سكاور كبير بتبصوا تلاقوا اللي تشانل اللي كان شكلها عامل كده مثلا بتبصوا تلاقوها بعد شويه بقت عامله كده بيحصل سكاور في الاوتر ادج كبير بالشكل ده عند البنس وبيحصل دوبوزيشن في الناحيه الثانيه يعني اللي بتاكله من هنا بتنزله هنا اوكي okay. ده بيبقى الـ البند سكور والبند سكاور برضو الايكويشنز بتاعته اهي اهي دي الايكويشن بتاعت البند سكاور معايا تمام يا دكتور خلاص أم. Um, أم. لما باجي يحسب، احنا المرة اللي فاتت قلنا المعادلة دي، المرة اللي فاتت قلنا المعادلة دي، لو تفتكروا، كنت قلتلكوا المعادلة دي، فين؟ درو درو درو. انتوا قلت لكم المعادله دي المره اللي فاتت دي عشان اقدر احسب ايه السايز بتاع الريبريب اللي هحطه في التشانل عشان ما يحصلش سكاور في التشانل اوكي كنا شرحنا المعادله دي أه وبرضو انا بس ثواني كده اه وشايفين المعادله دي اه شايفين المعادله دي المعادله دي هي ايه هي المعادله بتاعه حساب الاسكاور الـ ها المعادله بتاعه حساب الاسكاور قد ايه الدبث اوف سكاور اهي الدي ام اكس بي هي الماكسيموم موتور دبث ان ذا باند الدي ام ان سي الافريج ووتر in ان الدبنت فانت بتتكلمي ادي الدبث ده او الافريج ال Depth اللي هو ده خلاص دي حساب السكاور في ال في ال... اللي بيسموها ايه البنز دي حساب السكاور اللي في البنز بصوا شوفوا المعادله دي شكلها ايه احفظوا شكلها كده احفظوا شكلها أم خليني اعمل حاجه كده اهي عشان تبقوا شايفين شكلها اهي وتعالوا نفتح الريبورت الثاني المشكله ان الريبورت الثاني في نفس المكان وادي المعادله اللي احنا بنتكلم عليه في الكتاب الثاني المعادله بتقول ايه y maximum over yc بتساوي فاكتور اوف سيفتي في 1.8 0.051 Rc على W بصوا المعادله الثانيه 1.8 في 0.51 على Rc على W بلس 0.084 W على Yc سي بلس 0.00484 على Yc سي فهم نفس المعادلات اوكي هم نفس المعادلات ما فيش اختلاف ما بينهم انا كنت قلت لكم المعادلات دي هم اهو موجودين في تو ديفرنت ريبورتس هي نفس المعادلات فما تقلقوش لما تشوفوا حاجه متغيره او هنا هو واي ماكسيمم هناك دي هي نفس المعادله ما اختلفتش اوكي ودي بتعبر لي عن اللي لو انا عندي بند في الستريم بتاعي هقدر احسب الاسكاور من بالطريقه دي لو انا عايز احسب الاسكاور اوي من البند هروح على المعادله اللي احنا عملناها في الاول او المعادلتين واحده بتاعه ليسي واحده بتاعت بلانش ممكن نستخدمهم او التانية الكبيره اللي المعادله الجنرال دي اللي بتقولي ان الجنرال سكاور بيساوي رقم اسمه ك في مضروب دي تو باور دي 50 تو باور ماينس 0.115 اوكي كده يبقى احنا نقدر نصمم شانل انا هديكم الايكويشنز اللي احنا عملناها دي المره اللي فاتت احنا عملنا ايكويشن بتاعت حساب الدي السايز بتاع الريفراب شكله ايه المره دي شرحنا البند السكاور ان جنرال عباره عن ايه ناقص حاجه واحده بس في السكاور احنا ما عملناهاش اللي هي ايه او حاجتين الباد فورم سكاور ماشي الباد فورم سكاور وفاكرين انتوا الرسمه دي ده اللي بيحصل فبيحصل بعد كده تاكل وبيبقى بلاين باد بعد شويه بيحصل ريبلز الاول وبعدين ديونز وبعدين تتاكل الديونز تبقى كده وبعدين يبتدي يبقى افقي وبعدين بعد كده يعمل ستاندنج ويف وبعد كده يتاكل تاني ويبقى افقي تاني ده الايه الباد فورم سكاور وبرده الباد فورم سكاور المعادلات بتاعته موجوده عندنا في اهي السكاور بيطلع من المعادلات دي انا مش هخش قوي في الباد فورم سكاور لكن اللي يهمني بعد كده السكاور اسوشيتد وذ Structures اللي هو اللوكال سكاور السكاور الاسوشيتد وذ Structures اللي هو بالتبعيه هو اللوكال سكاور خلاص ده اللي يهمني شويه والايكويشنز بتاعته الحقيقه سخيفه وطويله واوقات وتبقى برضو فيها فاريبلز كتير اوقات فيعني يعني هيكراس اللي هتتعلموه اليومين دول هيكراس في الايكويشنز دي كلها موجوده و السكاور بيحصل في لوكال سكاور بيحصل في عند البريدج في سكاور بيحصل عند الويرز لو عندي وير زي ده او حيطه كده فين اهو لو عندي حيطه بالشكل ده ممكن يحصل سكاور داون ستريم آه زي دي مثلا شايفين لو الحته دي ثابته هيحصل سكاور داون ستريم فكل الايكويشنز دي موجوده هنا الايكويشنز بتاعه اللوكال اللوكال سكاور موجوده هنا آه آه يعني انا لو جبتها في امتحان لو جبت لكم Local سكاور في امتحان يبقى هجيب لك الايكويشنز بتاعتها يعني هتلاقيني اقوم قاطع الرسمه دي كده وجايبها لك عشان ايه عشان تحسب بيها السكاور لان انا مش بمتحن ذاكرتك في حفظ الايكويشن الـ دي لكن انا بمتحن يور اندرستاندينج هتستخدم ايه مكان ايه Definitions كلها بتستخدمها ازاي خلاص فده الايه السكاور اللي احنا كنا بنتكلم عليه وبعدين كمان حسبنا الانريفاتمنت. في حاجتين في حاجه مهمه لازم نفهمها بقى. حاجه مهمه جدا لازم نفهمها. لو انا بنشئ وير انا هبقى عايز اقلل السكاور داون ستريم الوير، يعني انا هبقى عايز اقلل ده. فممكن ان انا احط الريبراب بتاعي بطريقه معينه عشان اقلل ده لو انا هحط ريفاتمنت واحنا لو عارفين احنا عارفين ان احنا لما كنا بنصمم وير كنا بنيجي نعمل ايه؟ مش كان الوير بيبقى عامل كده؟ مظبوط يا دكتور الترم اللي فات؟ لا الترم او بتاخدوه الترم ده؟ الترم ده الترم ده كنت بتعمل ده ليه؟ كنا بنعمل ده ليه؟ كنا بنعمل الخرسانه دي آه عشان عشان, نمنع ده عشان نمنع السكاور ده صح مظبوط لكن دي هيحصل سكاور برضو في الحته دي وليه دي هيحصل سكاور في الحته دي لان هنا اهوت السرعات هتبقى عاليه وساعتها انا محتاج احط الريبراب هنا عشان يمنع السكاور ده بس هنا اهوت الريبراب اللي هحطه هنا مش زي الريبراب اللي هحطه في الحته دي الريبريب اللي, اللي هحطه في الحته دي ده هيبقى حاجه كبيره آه ليه لان الفيلوسيتي المايه بتنزل تعمل هبده في الارض تاخد السويل بيحصل هيدروليك جامب بتاخد كل حاجه وتمشي صح لكن في الـ في الكيس دهيت ده لا ده كل حاجه كونتيند هنا وانا عندي ناتشرال فلو بيحصل فوق هنا الفلو اللي بيحصل فوق هنا ده بيعمل لي سكاور شويه وعشان كده انا بعمل حمايات داون ستريم شويه اوكي خلاص؟ ده بالنسبة لإيه؟ لل... لل... للوير أو للاستاب آه بالنسبة ل... لأي آم... آم... لأي حاجة تانية بيبقى عندي آه آه ما يسمى بقى البريدج سكاور أنا مش هتكلم عليها المرة دي يمكن أتكلم عليها المرة الجاية أو يمكن ما أتكلمش خالص وأخلي المعيدين بس يقولها لكم هي بتبقى حاجات كتيرة كده ومتعبلة يعني في مليون إيكويشن وحاجات كتيرة أوي المرة الجاية يمكن أجيبها لكم بتتكلم على البريدج سكاور والسكاور في الـ في الـ في الـ في, في, في البريدجز وحاجات زي كده في إيكويشنز كتيرة جداً ويعني ممكن ان انا المره الجايه اوريها ونتكلم عليها. خليني بس اقول حاجه مهمه جدا وهي ايه؟ وهي ان انا لو بصمم بريدج ها؟ حسابات سكاور حسابات سكاور في البريدج هي جنرال والاديشنال كونتراكشن واللوكال سكاور يبقى جنرال وكونتراكشن ولوكال سكاور ده هيعبر لي عن السكاور اللي ممكن يحصل عند البير مثلا يبقى اللوكال سكاور بتاع البير زائد الجنرال سكاور اللي في التشانل زائد الكونتراكشن سكاور هيديني التوتال سكاور عند الايه؟ عند البير ولو جيت عند الاباتمنت لان الاباتمنت ده ستراكشر ثاني احنا عندنا البريدج البريدج بيبقى حاجه عامله كده خلاص اوقات انا باجي احط الاباتمنت كده دي الاباتمنت ودي اباتمنت وهنا في بير هنا بيحصل اللوكال سكور بتاع البير هنا بيحصل اللوكال سكور بتاع الاباتمنت ماشي كده يبقى انا عندي لوكال سكور بتاع اباتمنت عندي لوكال سكور بتاع بير وعندي جنرال سكور وكونتراكشن سكور كل الحاجات دي انواع مختلفه من الاسكاور اللي عند البريدج اوكي لازم اخدها في حسابي. طيب اخدتها في حسابي وطلع ان السكاور مثلا عند البريدج انتوا اخدتوا السنه اللي فاتت بريدجز مش كده؟ اه تمام يا طيب دكتور هو مش كلنا كنت يعني كنتوا بتحسبوا السكاور اللوكال اسكا... كان السكاور التوتال سكاور عند البريدج بيطلع قد ايه تقريبا؟ انا مش متذكر قوي بس احنا كنا بننزل اول حاجه اللوكال سكاور بننزل بيه اللبس الفاونديشن وكنا بنعمل حمايات تحته يعني انا يعني بس يعني مثلا واحد ونص آه، كنت بتعملوا ايه؟ ها؟ قولوا لي كنت بتعملوا ايه؟ اللي انت كنت بتقوله ده قوله تاني كنا بن اول حاجه نجيب اللوكال سكار والكونتراكشن كان في واحد منهم بننزل الفاونديشن بتاعت المنشا بتاعي تحته والتاني بنحمل الشانل بتاعتي بالريبراب يعني مثلا كنت بتعمل الكونتراكشن سكاور وتيجي تاخد اللوكال سكاور وتحمل الباد بالريفراب لا الصغير كمان الكونتراكشن سكاور بيبقى الكونتراكشن سكاور اقل من اللوكال سكاور فكنا بننزل للفاونديشن للكونتراكشن سكاور وبعد كده اللوكال سكاور بننزل بنعمل له حمايات جنب ال طيب أيه. بصوا لينفرهم. بقى بصوا بقى حاجه مهمه جدا 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 تحطوها حلقه في ودنكم لما تيجي تصمم بريتش ها انت الفاونديشن بتاعتك لازم تبقى تحت التوتال سكاور. لما تيجي تصمم بريتش الفاونديشن بتاعتك تبقى تحت اللوكال سكاور. معايا؟ يعني زميلنا من شويه كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان اللي سكاور ها؟ ارسمها لكم هنا. زميلنا كان بيقول ايه؟ بيجي يحسب لو ادي الارض اهي ادي كونتراكشن سكاور طالع مترين وادي اللوكال سكاور طالع تلاته متر فالتوتال طالع خمسه فهو كان بيقول انا هاجي احط الفاونديشن هنا واحط ريبراب هنا يحميلي التلاته متر التانيين انا بقولكوا لا لما تعمل حاجه زي كده تعمل كده ادي الاتنين متر اللوك الكونتراكشن وادي 3 متر اللوكال احط الفاونديشن هنا اوكي احط الفاونديشن هنا يعني ايه هنزل احفر واحط الفاونديشن هنا واطلع بالعمود بتاعي معايا طيب لو الارض دي ضعيفه ها وال... وال... وده مش هيشتغل اعمل ايه هحطها على بايل البايل هيبقى كده وبعدين ادي البايل كاب وهطلع بقى بالبيرز وكلام من ده صح ماشي هعتبر ان ده كله ما فيهوش وانا بصمم البايل هعتبر ان ده كله ما فيهوش ده كله اللي هو ايه الجنرال زائد الكونتراكشن زائد اللوك المفهوم اللي انا بقوله واحد هيجي يقول لي اللي انت بتقوله ده معناه ان انا هغلي المنشا بتاعي صح ماشي بس مش ها كده ولا ايه ماشي بس هيبقى سيف لا مش مش هيبقى سيف الاستراكشر مش المفروض يتكسر يعني ايه يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده يعني احنا ما بناخدش ريسك في الاستراكشر لكن ممكن اخد ريسك في الفيل ماتيريال. معايا؟ ليه؟ الفيل ماتيريال سهله انها تتغير. لكن الاستراكشر لو اتكسر ايه اللي هيحصل؟ هياخد وقت بس. طويل جدا عشان ارجعه. لكن الفيل ماتيريال اقدر ارجعها اسرع، مظبوط ولا انا غلطان؟ ففي البيرس المفروض ان انا انزل لغايه تحت، الله. ايه الكلام الفارغ اللي انت عمال تقوله ده يا هشام؟ الله طب يعني معنى كده ان انت عايزني انزل لغايه هنا او انزل لغايه هنا وبعدين احط بروتكشن فوق هنا؟ ايه رايكم؟ انزل لغايه تحت وبعدين احط بروتكشن فوق؟ ولا ما اعملش بروتكشن؟ ولا اعمل بروتكشن اكبر؟ هو انا لو نزلت لتحت خالص هحتاج البروتكشن فيه وكده كده لو كده. يبقى مش هعمل بروتكشن خالص خلاص خلي بالنا تاني البروتكشن وذ ريبريب اللي هو الريفاتمنت لو انا عملت ريفاتمنت بريبريب او عملت بروتكشن بريبريب يبقى لازم اكون حاطط في بالي ان انا عندي مينتننس ريكويرمنت الكيس اللي انا بقولها دي في الاغلب مش هبقى محتاج مينتننس ريكويرمنت ان انا حاسب السكور ده غلط unless ان انا حاسب الاسكاور ده غلط خلاص ليه لانه ممكن اسيبه يحصل عليه سكاور ما انا مطمن انا تحت حساباتي انا كنت تحت كل حاجه مظبوط كده ولا انا غلطان على الديزاين فلو بتاعي انا تحت كل حاجه وبالتالي انا ما عنديش مشكله في ال في ال في بتاعه البريدج بتاعي اوكي اتفقنا انا الحقيقه مش هخش في في البريدج سكاور دلوقتي يعني هو في ايكويشنز كتيره وممكن اجيب لكم جداول كتيره برضو بتوري الايكويشنز بتاعه السكاور ونتكلم عليها يعني هو عموما في في حاجات كتيره جدا يعني في الـ في بتاعه البريدج سكاور. أم يعني مش عارف لازم نخش في التفاصيل بتاعتها ولا لا الحقيقه. أم عموما المحاضرة الجاية إن شاء الله أه هتكلم على أولا المعيدين كلموكوا واتفقوا معاكوا <applause> إحنا أوريدي يا دكتور خدنا سيكشن في الهيكراس وعملنا بيه موديل وكده يعني عملنا تشانل طيب كويس عملتوا تشانل وعملتوا موديل ده إيه الشطارة آه. دي؟ على طول كده في السيكشن عملتوا موديل؟ آه ما ضيعناش وقت مين؟ ما ضيعناش وقت ما ضيعتوش وقت يعني عملتوا موديل لوحدكم كده لا هو المعيد عملت معانا يعني ان شاء الله ناويين نكلم يعني ناويين يعني نقول له ان احنا نروح له هو في الكليه هيتواجد من الاربعاء لو حد عايز يجيب اللابتوب بتاع بتاعه ويقعد معاه شويه يعني رأس ممكن عادي فاتفقنا معاه انه ممكن نروح له من الاربعاء ان شاء الله ان شاء الله طيب أم أه انا هقف هنا Uh, انتم uh, احنا محضر لكم اكزامبل هتعملوا هيكراس موديل ومن الهيكراس موديل هيطلع لكم الفيلوسيتيز وهتشوفوا اذا كان عندكم بند ولا ما عندكوش بند وهتقدروا تحسبوا السكاور اللي بيحصل هتحسب الجينرال سكاور والكونتراكشن سكاور وتشوف هتحمي الجوانب بتاعه الريفر ده ازاي اوكي كده خلاص هتتعلموا الحاجات ده هي في السكشن اللي جاي السكاشن اللي جايه يعني. تمام يا خلاص؟ طيب. هو في حاجة أخيرة يمكن يمكن مهم إن أنا أتكلم عليها بس ملهاش دعوة بالسكاور ده. بس هي ليها دعوة. ليها دعوة ب. المياندرينج او بلاش المياندرينج البند البند كن... كونديشنز خلاص احنا كنت لسه رسمين رسمة من شوية عاملة كده كنت بقول لكم الاوتر ايدج دايما بيبقى فيها سكور بتبقى حاجة عاملة كده والناتشرال باد بتاعي كان في الاصل عامل كده أه هبص الاقي يحصل سيدمنتيشن هنا ويحصل سكاور زياده هنا يعني ده السكشن بتاعي اللي انا الرسمه اللي انا كنت راسمها لكم من شويه ده هي هو ايه اللي بيحصل في المياند في البند أعتقد إن المومنتم بتاع المايه بيكون ماشي في بعد كده مره بيحصل بند فالمومنتم بيخلي المايه تخبط في الجنب اللي ناحية اللي بره الأوتر آه أوتر إيدج بسرعه آه وقوه يعني في فورس أكتر إن أنا ديجد إن أنا البند دوت فالمايه إيه هتميل أكتر على الجنب اللي ناحية بصوا بصوا الكلام ده ثواني آه بس آه هو اللي بيحصل ها اللي بيحصل ان, إن انا لو انا في بند band... خلينا نعمل كده وال... وهنا الريديس يعني السكشن ده كده ها ادي البند ادي السكشن فيها خلاص فلو السكشن عامل كده نتيجه السكشن انه بالشكل ده بيلف بالشكل ده بيحصل ان الميه في الناحيه دي اعلى من المياه من الناحيه خلاص فالمفروض الفيلوسيتيز في الناحيه دي اكبر من الفيلوسيتي في الناحيه دي ده لو بنتكلم على الايه اللي تشانل اللي بالشكل ده يعني لو عندي تشانل بشوف الفيلوسيتي اللي ماشيه هلاقي الفيلوسيتي هنا اعلى من الفيلوسيتي هنا يبقى الانر في الفلوس فيها اعلى هتقول لي اعلى ليه اف وي اسيوم ان ما فيش هاد لوس اكروس هنا اهوت فالتوتال انرجي line هو ده مش كده ولا ايه مش ده التوتال انرجي لاين اللي هو هيبقى الواي زائد في سكويرد على 2 جي صح الواي زائد في سكويرد على 2 جي وهنا برضو الواي زائد في سكويرد على 2 جي فمعنى كده ان في سكويرد هنا اعلى من في سكويرد هنا يبقى السرعات هنا هوت اعلى من السرعات هنا شويه ده يقول لي ان السكوير يبقى زياده هنا بس لا ده ما بيحصلش عارفين ما بيحصلش ليه لان نتيجه وجود الراديوس ده نتيجه وجود ان الميه بتلف بيحصل سيركوليشن بالشكل ده بيحصل Circulation بالشكل ده يعني السكشن بتاعي ده كده وادي المية هنا هبص لقي يحصل لي Circulation حاجة بالشكل ده السيركليشن دي حصلت نتيجة ايه؟ السيركليشن دي حصلت نتيجة إن الـ ال ال forces اللي موجودة نتيجة الـ centrifugal forces أو الـ forces اللي موجودة في المية بيحصل circulation بالشكل ده فببص ألاقي <Rutimento> الـ vertical velocities هنا هوت عالية جدا عن هنا ونتيجة كده ببص ألاقي الـ scour ده يحمل كده يحصل سكاور هنا ويحصل اه اه فيلينج هنا بيحصل سكاور هنا وبيحصل فيلينج هنا خلاص تمام يا دكتور ونتيجه كده بلاقي يحصل سكاور زياده هنا الكلام ده حصل ليه؟ حصل نتيجه الكارنتس دي يعني الكارنت دي بعد شويه بتبقى نازله كده خلاص كل شويه الكرنز دي بتتحرك كده دي بيسموها هيليكال كارنت الكارنت دي هي اللي بتعمل لي الاسكاور الكبير اللي هنا لإن دي اللي بتاكل السويل من الجنب ده وتوديها الجنب التاني، عمالة تاكل في السويل من الجنب ده وتوديها الجنب التاني. الفرق ما بين الليفل بتاع المية في الأوتر باند والمية في اللور في الإينر باند بيبقى حاجة صغيرة، مش زي ما احنا راسمين حاجة كبيرة أوي، ده بيبقى حاجة صغيرة. نتيجة كده هو بيحصل الايه السكاور بيحصل في الجنب اللي بره بيحصل السكاور في الجنب اللي بره هنا زيادة وبيحصل ديبوزيشن هنا يعني ده بيبقى سكاور وهنا بيبقى ديبوزيشن خلاص وكل ده ظهر نتيجه ايه نتيجة الشير فورسز اللي موجودة نتيجة الهيليكال كارنز داية. أوكي طيب ده اللي بيحصل في بند واحدة خلاص نيجي بقى على لو أنا عندي ريفر عامل كده ده بيسموه مياندرينج ريفر اللي هو ايه عمال يتموج بالشكل ده وعلى فكره معظم الريفرز كانت مياندرينج معظم الريفرز بتبقى مياندرينج اوكي ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان الاسكاور بيزيد كده فببص الاقي الاسكاور بيحصل كده وبيحصل هنا هو الديفورميشن يعني الـ 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 الريفر بيتحرك كده بعدين يحصل سكاور هنا وبعدين يحصل سكاور هنا يحصل ديفورميشن هنا وده بيجي كده يحصل ديفورميشن كده بعدين يحصل سكاور كده واخدين بالكم اللي بيحصل ايه بقى بتبص تلاقي السكاور ده يزيد في الاتجاه ده والسكاور ده يزيد في الاتجاه ده لغايه لما الاثنين يضربوا على يضربوا في بعض وتبصوا تلاقوا الريفر بقى ماشي كده. بعد ما كان بيعمل اللفه دي هتلاقوا الريفر ماشي كده وطبعا لما الريفر بيمشي كده بتبقى مسافه اقصر فالفيلوسيتي بتزيد اكتر فبيحصل سكاور اكتر. خلاص؟ ده بيسموه المياندرنج ريفر أه وده نتيجه السكاور اللي بيحصل الكلام اللي احنا بنقوله بيحصل سكاور في الاوتر قد ما اكتر ما بيحصل سكاور في الانر فبيحصل الكلام اللي قدامنا ده دكتور بعد اذن حضرتك نعم دكتور اه هي نعم. اللي بيحصل لها سكاور يعني بعد كده هتترسب فين او ما انا بقول لك اهو بيحصل سكاور هنا وتترسب هنا مش كلها جزء منها بيتحرك مع الميه وجزء منها بيترسب في الـ في الانر ايدج جزء منها بيحصل هنا اهوت هنا بيحصل سكاور وبتترسب الماء هنا اوكي وعشان كده ها بتبص تلاقي النهر يعني خليني اعملها كده اهو اللي بيحصل بيحصل سكاور هنا بيحصل اطماء هنا بعد شويه هتلاقي السكشن ده عمل كده وبعد شوية هتلاقي السكشن ده عمل كده. معايا؟ هنا بقى الاسكاور هنا عمال ياكل في الجنب ده عمال ياكل في الجنب ده وده عمال ياكل في الجنب ده لغاية لما الجنبين دول يلزقوا في بعض. وتلاقي السكشن بتاعك بقى كده. يبقى المية نازلة من فوق وعملت كده. ودي ما بقاش فيها مية. ودي ما بقاش فيها مية. واخدة بالك؟ دي إيه ما بيبقاش فيها ميه. فهو لما بيحصل كده بيحصل هنا اهوت سدمنتيشن وبيحصل هنا سكاور. بتبص تلاقي الشكل ده كمان اتغير بقى كده، بقى ده فيه سدمنت هنا. بتبص تلاقي الشكل ده هنا هو اتغير، بقى هنا فيه سدمنت. وهنا فيه سكاور زيادة. معايا؟ لأن السكشن اه السكشن اللي كان كده بيتحول إلى سكشن عامل كده. طب يبقى في سيدمنت هنا اللي هي دي في سكاور هنا اللي هو ده في سيدمنت هنا اللي هي دي وفي سكاور هنا اللي هو ده وبيفضل يتحرك لغايه لما يلاقي حاجه توقف بيفضل يتحرك لغايه لما تلاقي حاجه توقف خلاص ده اسمه المياندرينج و... والحسبة أو الريليشنز اللي أنا أديتها لكم دي بتديني إيه السبب اللي بيحصل ليه بيحصل scour في outer edge أكتر من inner edge ليه بيحصل scour في outer edge أكتر من inner edge خلاص. المرة الجاية يمكن نتكلم على البريدج سكاور. وبعدين عايز أتكلم على حاجة مهمة جدا وهي ممكن نتكلم المرة الجاية بسرعة على البريدج سكاور. أنا مفيش داعي إن أنا أتكلم أكتر من كده بتهيألي الساعة 10 و 9 أو 9 10 إلا ثلث. فانتوا اكيد تعبانين انا عارف ان انتوا اخدتوا محاضره بالمناسبه المحاضره بتاعتكم بتاعه الوتر الهيدرو ال هيدروليكس خلصت ولا لسه مع الدكتور علي؟ جوز الدكتور علي يعني؟ اه هو احنا خدنا محاضرات واخدنا علي شيت اخدتوا محاضرات امتى؟ اخدنا محاضرتين يعني الاسبوع اللي فات واللي قبله ولسه في محاضره جديده هتتشرح بعد بكره طيب يبقى بعد بكره ده هيكون اخر محاضره ان شاء الله مش كده؟ اظن وبعد كده بقى انا هشرح جديد هيشرح ايه؟ طبق جديد يعني سامن. حاجه ما شرحهاش قبل كده طبق آه. جديد حاجه ما شرحهاش قبل كده اه اه هيشرح آه. هيشرح لكم السمارت سيستمز يعني هيحاول يقول لكم حاجة عن السمارت سيستمز. أوكي؟ تقريباً أه. أوه. اوكي هيكلمكم عن السمارت سيستمز يمكن المحاضره الجايه كده يبقى زي ما قلت لكم هنتكلم على بريدج سكور هبعت لكم الماتيريال اللي انا اتكلمت عليها النهارده دلوقتي ااا أه و و انا مش بعتها لكم ولا بعتها من من يومين ولا ما بعتهاش يمكن ما بعتهاش لا لا حاول ابعت لكم الماتيريال دي دلوقتي و... وبكره يمكن ابعت لكم ماتيريال تانية او خلال الاسبوع انا مش فاكر اهو أ... وبعدين هبعت لكم ماتيريال برضو على البريتش سكاور أه هنتكلم عليها المره الجايه بعد كده بقى هنتكلم على الناتشرال سكاور الديجراديشن اللي انا كنت بتكلم عليه اللي هو ايه اللي هو لو انا عندي أه ريفر والريفر ده او ستريم والستريم ده هو بياخد ميه من الكاتشمنت اريا السكاور بتاع الكاتشمنت اريا دي هيبقى ازاي هنتكلم عليها لان دي مهمه جدا برضو وهقول لكم ايه اهميتها خلاص ماشي تمام أيوة تمام دكتور حضرتك أه عدد... قايل هتبعت لنا شيت كده صغير أه انا من انا, بي... أنا بعذبكم مش كده لا والله بعذب <تعذيب> نفسي يعني <applause> انا بعذبكم بعذب نفسي ربنا يسهل كده ونبعت لكم شيء اهم حاجه ان انا الحقيقه عايز اعلمكم ال 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 ان انتوا ازاي تعملوا ديزاين ستريم واللي احنا اتكلمنا عليه اللي هم بيسموه ريفر تريننج ريفر تريننج ازاي تتعلموه فاحنا المثال اللي بتاخدوه هتاخدوه بالكامل من من اول ما ما السكشن آه، آه، الفلو آه، الفلوس هتبقى عامله ازاي للبروتكشن بتاعها لكل الكلام ده خلاص؟ خلاص تمام يا آه، دكتور ده ان شاء الله المره الجايه هت... هتاخدوه ان شاء الله هو أو... أو بس فكره من الطلب اللي هو بتاع الشيت ان احنا بس ايه يعني نعرف مثلا لو جه الامتحان هيجي ازاي؟ اه يعني ما هو في الاغلب آه، اخر ست... محاضرتين اخر محاضرتين في السنه هتبقى بتتكلم على الكلام ده خلاص تمام يا دكتور اوكي اوكي ماشي؟ آه، تمام يا دكتور ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله شكرا حضرتك يا دكتور ساره ايه الاخبار النهارده يا ساره تمام يا أيوة. دكتور <applause> تمام يا دكتور ماشي يا عمرو انت اتكلمت مره واحده مش كده لا كذا مره ولا والله دكتور. طيب. يا دكتور اتكلم كتير في الاول كذا السؤال في المحاضره طيب ماشي الدنيا ماشيه كويس الكلام اللي انا قلته ده مفهوم والحمد لله اه يا دكتور اه يا دكتور طيب اوكي عايزين تعرفوا حاجة زيادة؟ هو أخر... لا. احنا هنتكلم على بريدج bridge scour؟ أنا عايز أسألك سؤال نهر قول يا مريم. هو سؤال كده بس معلش نهر النيل ما يعتبرش مياندرينج صح؟ يعني نهر النيل في مصر مش مياندرينج. ال... في الأول لكن... ممكن يكون مياندرينج في أول الم... لكن ال... المول... خليني خليني أفرجك على حاجة يا مريم عشان تشوفي شايفاني يا مريم اه يا دكتور ولا ارسل زي ما قلت لكم الفيوم اللي بيوصل ميه للفيوم من نهر النيل بحر يوسف هي بحر يوسف هي فين بحر يوسف آه؟ انا بس هي عايز اجيب لكم الشانل وفرجكم عليها اهي آه شايفاها؟ ادي بحر يوسف ادي الاخ بحر يوسف بحر يوسف ده كان ناتشرال زمان ده اللي كان بيوصل المية الفيوم زمان شايفاه عامل ازاي؟ اه في بونس كتير شايفه عامل ازاي؟ اهو شايفه عامل ازاي؟ شايفه؟ اهو شايفه؟ اهو الكلام ده بقى هو المياندرينج ريفر بس هو سبت دلوقتي نتيجه ان الفلاحين عمالين يزرعوا الارض وبيحافظوا على الشانل زي ما هي والبيوت دي مش عايزه تتهد فعامله حمايات هنا معايا؟ فسبت ثبتوه الناس ثبتته لكن هو ده مياندرنج ريفر. شايفه؟ شايفه عامل ازاي؟ فتقريبا بحر يوسف او حتى لغايه لما دخل جوه هنا كان مياندرنج ريفر. معايا؟ شفت انت ده. تعالي بقى افرجك على اي ستريم في الدنيا. خلينا كده ننزل انا شفتها بعناي اصلي في في البلد اللي اسمها كينيا انا بس بجيب اي ريفر انا بخش على اي حته ونشوف اي ريفر استنى شويه بس لغايه لما الدنيا تبان أنا بس عايز ريفر معليهوش إسكان، مفهوش ناس ساكنة كتير، عشان يبان فيه المياندري ما يبقاش اتحكم بالناس اللي ساكنة عليه. معلش يا دكتور تعبينك لا ما انا مش عارف الاقي حته يعني ف ده السخافه في الموضوع انا كنت بحاول ان انا اوريكي اي اي نهر معظم الانهر هتلاقي فيها هتلاقيها مياندرينج شايفه شايفه ده شايفه الحته دي النهر غالبا كان ماشي كده وجاي كده وبعدين بعد شويه آآ آآ غالبا كان فيه هنا هو آآ آآ واحده من الـ من ال من الـ ريفرز وراح قصصها وماشي كده بس كل الانهر الـ او الستريمز معظمها الناتشرال ستريمز هتلاقيها مياندرينج هتلاقيها فيها تعرجات كتيرة ومياندرز كتيرة جدا. أنا بس مش لاقي حتة أوريها لك. خليني أروح حتة تانية. بما إني مش عارف أشوف هنا، خليني آجي هنا أهو. بصوا عشان الريفر بس الريفرز اصلا مش باينه قوي عايز اعمل زومين جامد بصي ادي, اه ادي 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 ريفر تاني اهو ادي الستريم بتاعه بس للاسف اه ادي الستريم بتاعه ماشي اهو اهو هتلاقي برده كل شويه عمال يعمل ايه تعرجات لا انا اللي عايز اوريه بقى بصي هنا هوت لما وصل هنا شايفه شايفه التعرجات كترت ازاي شايفه كل الحاجات ده هيت عامله ازاي شايفه النهر بقى عامل ازاي واخده بالك هو ف... الحته الكبيره دي تقريبا مستنقع يا دكتور صح؟ يعني... اه اه كل دي زي ما انتم شايفين كده الدنيا عماله ايه يحصل مياندر فيها كل شويه وبعدين في خ... فكره تانية او خاصيه خصينية... تانية اسمها بريدد ريفر. بريدد ريفر دي اللي هي تلاقيها كلها مقطعه كده شايفين؟ ده بريدد ريفر مقطع السكشن بتاعه مقطع حته حته فيها ارض وحته ما فيهاش ارض حته فيها ارض وحته ما فيهاش ارض وادي المياندر ده مياندر لكن ده بريدد شايفه كله الميه ما تعرفيش الميه جايه منين خلاص هنا هو ادي مياندر اهي ادي مياندرين كتير شايفه شايفه تبريدت ومياندر في نفس الوقت في تعرجات كتير اهي شايفه الحته دي دي بيسموها بريدد ريفر بي ار اي اي دي خلاص شايفه وفي بعد كده وادي مثلا اهي هتلاقي النهر عمال يروح ويجي يروح ويجي بس هي بتظهر الصورة شايفة النهر عمال يروح ويجي هو معانا وهكذا معايا فمعظم الأنهر الطبيعية هتلاقيها فيها التعرجات الكتيرة اللي أنا بقول لك عليها دي اوكي. <applause> اوكي <شكراً جداً> يا دكتور. ممكن يبقى في اكزامبلز كتير قوي. خلاص؟ يلا شدوا حيلكم ومعلش اذا كنت عطلتوه النهاردة اجلت المحاضره شويه بس كان عندي محاضره ثانيه <applause> قبليكم لا لا. <applause> لا لا يا دكتور مفيش <applause> حاجه. <applause> طيب اوكي تصبحوا <تسبق> على خير. وحضرتك <applause> 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 <الحرس تصفيق> مرحبا